الصعبي على صهوة نورة بنت الوزير بنت الفحل وزير الخيل ملك محمد أبو رشاد كعبية مدربين محمد وأحمد وعلاء أيضا والخيال خالد الصعبي. بسم الله ما شاء الله شاركت في المضمار طيبة شفا عمر حصلت على مراتب متقدمة جاءت إلى هنا لتشارك في هذه المجموعة. معنا أيضا قصي سواعد على صهوة أمل المجالي من فحل مجالي البيت اللبيب ملك عبد أبو الزين المدرب بالخيال قصي سواعد يا خالد مهود من فحل نورس الام بي اي البادي ملك محمد عثمان مدرب رؤوف والخيال وليد كنعان. احضار حمام الى ارضية الميدان. سامي استعجلنا بحمام الى ارضية الميدان. معنا ايضا سالم العثمي على صهوة شمس من فحل وستر من دهمونة ملك فتح فرج مدرب مهران خطيب كما ذكرنا سالم العقبي الخيال براق من فحل المنار الملك خالد عبادي مدرب احمد زعروره من استبلات البابور والخيال على الريفات حاصل ايضا على مراتب اولى متقدمه. بسم الله ما شاء الله تحت اشراف المدرب احمد زعروره من استبلات البابور. درجات توجيه يخرج الى ارضيه الميدان صهيب على في الجهه الاخرى من الميدان أو بجانب الإسعاف حمام مع الخيالة ياسر جبل الفحل سفين الأم كاملة ملك سامي الطرشان مدرب سامي الخيال كما ذكرنا ياسر جبل. يبدو أنها نورة بنت وزير مع خالد سعدي ليستكمل عدد المجموعة الخامسة من شوط مفتوح الدرجات. أيضا هذا الشوط يحظى بهدايا لأصحاب المراتب الثلاثة الأولى من بلاك هورس ريسينج. يبدو أن لحظات إطلاق المجموعة الخامسة وفاء إخواني ينطلق الشوط الخامس على بركة الله. حمام مع ياسر الجبل يتصدر المجموعة من البداية. سالم العقبي مع شمس بالمرتبة الثانية. خالد سعدي مع نورة بنت الوزير بالمرتبة الثالثة. الخيول بالمراحل الأولى بلا سباق. الخيول في كومة واحدة. حمام ينفرد عن بقية المشاركين مع ياسر جبل بدخوله المنعطف الأول. ما يزال حمام متصدر المجموعة. سالم العقبي يحاول تقليص الفارق مع شمس. سالم العقبي يحاول تقليص الفارق مع شمس. لكن حمام ما يزال متصدر المجموعة. قصي سواعد مع أمل الوجالي يندفع نحو المرتبة الثانية. قصي يندفع نحو المرتبة الثانية. نورة بنت الوزير مع خالد سعدي أيضا تندفع وهي بالمرتبة الثالثة. لكن الخيول تدخل الخط المستقيم. حمام ما يزال متصدر المجموعة. حمام ما يزال متصدر المجموعة. قصي سواعد مع أمل الوجالي يندفع بالأمتار الأخيرة. لكن حمام المرتبة الأولى مع ياسر جلال. وأمل المجالي مع قصي سواعد بالمرتبة الثانية. نورة بنت وزير مع خالد سعدي بالمرتبة الثالثة. إذا إخواني حمام صاحب المرتبة الأولى في هذه المجموعة. ابن فحل السفينة الأم كاملة الملك سامي ترشحان مدرب أيضا سامي والخيال أياس أبو جبل. بسم الله ما شاء الله حمام انطلق أولا وحل أولا. الملك سامي ترشحان والخيال أياس أبو جبل. هدية منه مقدمة من شركة بلاك هورس ريسينج
الملكين وليد عربية والدكتور وسيم جرايسي بحمام مع الملاك والمدربين. إذن إخواني يتم الآن تسليم تتويج كأس المرتبة الأولى لحمام مع الملاك والمدربين. مبروك أخ سامي، مبروك مبروك حبيبي، هدية مقدمة من بلاك هورس ريسينج. صاحب المرتبة الثانية أمل المجالي بن سحل المجالي لون بنت اللبيب الملك عبد بن زين المدرب الخيال قصي سواعد. العارض المعروف احمد جبارين النونو يسلم كاس المرتبه الثانيه. بلاك هورس ريسينج ايضا يسلم مجموعه الفيتامينات مقدمه لصاحب المرتبه الثانيه. صاحبه المرتبه الثالثه في هذه المجموعه، خلونا نساعد يا شباب لاصحاب المرتبه الثالثه. صاحبه المرتبه الثالثه نوره بنت الوزير، تدفع الوزير الخيل الملك محمد ابو رشاد، المدربين علاء ومحمد واحمد كاظميه، والخيال خالد سعدي محمد سليم فوز ابو السنه وسليم كاس المرتبه الثالثه بهديه مقدمه من بلاك هورس ريسينج. وليد عربيه يقدم هديه مجموعه فيتامينات ايضا. بارك الله فيكم. بلاك هورس ريسينج شركه رائده في البلاد والعالم.